بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. فصل في صلاة الخوف. صلاة الخوف تختلف عن صلاة الأمن. إذا كان المرء مطمئنا فعليه أن يأتي بالصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها ولا يخل بشيء منها، فذلك أوثق له وأحسن اطمئنانا. أما إذا كان خائفا فقد لا يستطيع أن يطمئن في صلاته، بل لا بد أن يسرع، وكذا لا يستطيع أن يأتي بشيء من السنن، كما لا يأتي بشيء من الواجبات. فالله جل وعلا لطف بعباده وشرع لهم صلاة الخوف، علمها جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للجهاد في سبيل الله وقتال الكفار، فحاصرهم واجتمع بهم في صلاة الظهر، فصلوا الظهر فرآهم الكفار فقالوا: لو غغرنا عليهم حال صلاتهم لأدركنا منهم ما نريد. فقال بعضهم لبعض: إنه الآن سيأتيهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وأموالهم، صلاة العصر، فإذا اشتغلوا بها ودخلوا فيها أغرنا عليهم. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك وبين له كيف يصلي صلاة الخوف. فالله جل وعلا أعلم من كل أحد بكل شيء، يعلم جل وعلا خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم جل وعلا ما كان وما سيكون لو كان كيف يكون، فهو لا تخفى عليه خافية. فلما تحدث الكفار فيما بينهم بالإغارة على المسلمين في حال الصلاة، بين الله جل وعلا ولهم صلاة الخوف. وصلاة الخوف واضحة في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإجماع العلماء رضي الله عنهم ورحمهم، ما عدا أبا يوسف إنه لا يرى صلاة الخوف، وهو محجوج بإجماع الصحابة ومن بعدهم رحمة الله على الجميع. فصلاة الخوف ثابتة من الكتاب العزيز القرآن الكريم في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم
وأسلحتهم الآية، وثابتة بالسنة الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، وثابتة بإجماع المسلمين، فهي مجمع عليها بين المسلمين. فشرعها الله جل وعلا لعباده حفظا لهم وتيسيرا لأمورهم، وليؤدوا الصلاة كما أمرهم الله تبارك وتعالى. وقد أسقط عنهم بعض الواجبات وبعض الأفعال التي تلزم في صلاة الأمن، سقطت عنهم بتيسير الله ورحمته بعباده. نعم. فصل في صلاة الخوف، أي في بيان صفة صلاة الخوف، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسائر الأمة إلا أبا يوسف، فقال إنما صلوها معه صلى الله عليه وسلم لفضله. قال الطحاوي: أبا يوسف هذا هو صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهما، الذي نشر مذهب أبا حنيفة أبو يوسف. نعم. قال الطحاوي: وهذا القول ليس عندنا بشيء، والكتاب والسنة وإجماع الصحابة حجة عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. يجب على المسلمين أن يصلوا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، كما صلى في صلاة الأمن، كما صلى عليه الصلاة والسلام نهارا وليلا، وهكذا. فهو المشرع عن ربه تبارك وتعالى، يقول: صلوا مثل ما صليتم مثل ما رأيتموني أصلي. وهذا هو المشروع في كل عبادة، أن نعملها كما عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذا كنت أي يا محمد فيهم، أي مع المؤمنين الخائفين، والمراد بيان الحكم بيان الحكم لا لوجوده، أي بين أي بين لهم فعلك لكونه أوضح من القول، فأقمت لهم. إذا كنت فيهم يا محمد في الجهاد في سبيل الله، وحصل عندكم خوف بأن يغير عليكم العدو وأنتم تصلون، فعليك أن تصلي بهم هكذا كما أراك جبريل وعلمك عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي من الله تبارك وتعالى، ويقرأه جبريل عليه السلام، ويعلمه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت فيهم يا محمد في قومك وصحابتك، أقمت لهم الصلاة، فهكذا تكون إقامتك الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك، لتكون طائفة منهم يصلوا، يقسمهم طائفتين: طائفة يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم في حال الجهاد يقسمون طائفتين لأجل الحراسة عن العدو، فلتكن طائفة منهم معك يصلون، وطائفة تجاه العدو. وذلك أن للعدو أحوال: حال يكون العدو في جهة والقبلة في جهة أخرى، فما يستطيعون مراقبة الطريق ولا يعرفون ما الذي حصل، وسارة يكون الطريق في جهة العدو جهة القبلة يمكن حراستهما معا، وتارة يكون الطريق والجهة
من جهة العدو في ناحية والطريق والقبلة في ناحية أخرى ما يمكن الجمع بينهما. فإذا كان الجو والطريق في جهة والعدو في جهة أخرى ولا يستطيعون حراسة طريق العدو فيخشون من سطوته عليهم، فقد وضح الله جل وعلا لهم ذلك بقوله: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة تجاه القبلة، ما يجوز أن يترك القبلة، وإنما يصلي تجاه القبلة ويصلي معه بعض الناس، نصفهم يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونصفهم بالحراسة، فإن كانوا 100 فلتكون 50 مع الرسول صلى الله عليه وسلم و50 في اتجاه العدو، وإن كانوا 1000 فليقتسموا قسمين، وإن كانوا 4 أو 5 أو 10 أشخاص فليقسمهم الإمام، يجعل نصفهم تجاه العدو ونصفهم تجاه القبلة، وهكذا قلوا أو كثروا يحرسون العدو حسب قلتهم وكثرتهم، حسب ما هم عليه من العدد. إن كانوا 20 فلتكن 10 في اتجاه العدو و10 في الصلاة مع الإمام، أيا كان الإمام، سواء كان هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. أما أبو يوسف رحمه الله فيقول: لا يصلون هذه الصلاة إلا إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل واحد من الصحابة يرغب أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان غير الرسول الإمام فإنه يأمهم واحد منهم، والفرقة الثانية أمها واحد منهم، وليس هذا بصحيح، بل الصحيح أن يصلون مع إمام واحد. فلتقم طائفة. قال تعالى: وإذا كنت أي يا محمد فيهم، أي مع المؤمنين الخائفين، والمراد بيان الحكم لا لوجوده، أي بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول. فأقمت لهم الصلاة، أي إذا أردت أن تقيم بهم الصلاة. قال ابن عباس: لما رأى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا إلى صلاة الظهر وهو يأمهم، وذلك في غزوة ذات الرقاع، ندم العدو على تركهم الإقدام على قتالهم، فقال بعضهم: دعوهم، فإن لهم بعد صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأولادهم وأموالهم، يريدون صلاة العصر، فإن رأيتموهم فأقاموا إليها فشدوا عليهم فقاتلوهم. فنزل جبريل بهذه الآيات بين الصلاتين، فعلمه كيفية أداء صلاة الخوف، وأطلعه الله على قصدهم ومكرهم. قال تعالى: فلتقم طائفة منهم معك، أي تقف معك بعد أن جعلتهم طائفتين، ولتقف الطائفة الأخرى فإزاء العدو ليحرسكم منه، وليأخذوا، أي الطائفة القائمة معك وهم المصلون، أسلحتهم، أي لا يضعوها ولا يلقوها، وإنما عبر عن ذلك بالأخذ للإيذان بالاعتناء بأصحابها، كأنهم يأخذونها ابتداء، فإذا سجدوا، أي القائمون معك وأتموا الصلاة، فليكونوا من ورائكم، أي فلينصرفوا إلى مقابلة العدو للحراسة. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا بعد، وهي الطائفة الواقفة تجاه العدو للحراسة، فليصلوا معك الركعة الباقية ويتموا لأنفسهم كما في حديث سهل، وليأخذوا، أي هذه الطائفة القائمة معك، وقيل ليأخذ الطائفة الباقية حذرهم، وهو التحفظ والتيقظ،
والاحتياط لئلا يهجم عليهم العدو، وليأخذوا أسلحتهم ليدفعوا عن أنفسهم. والجمهور لا يجب ولا يشترط اتفاقا، ويكره أن ينقل كجوشن ويضر غيره كرماح ما لم يكن على جانب. هذه الصفة واضحة جلية. على الإمام أن يقسم المجاهدين في سبيل الله معه طائفتين: طائفة يصلي بهم الصلاة، وطائفة تقف تجاه العدو منفصلة ما دخلت في الصلاة إلى الآن. فإذا صلى بهذه الطائفة ركعة فعليهم أن يتموا لأنفسهم أو ينصرفوا قولان حسب حال العدو. فإن كان العدو حذر ولا يتركهم فعليهم أن ينصرفوا ولا يصلوا الركعة الباقية، وإن كان العدو متغافل خائف فعليهم أن يصلوا الركعة الباقية ويتموا لأنفسهم ثم ينصرفوا لأولئك. وصفة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من المجاهدين ركعة، يصلي بهم ركعة ثم ينصرف بعد تمام الركعة قبل أن يتموا صلاتهم، ويقفوا في مواقف الذين يحرسون، ويأتي الذين يحرسون ويصلون مع يصفون مع الإمام. فإذا صلى بهم الإمام الركعة الثانية عليه أن ينتظر حتى يتموا صلاتهم ثم ينصرف يسلم فيسلمون معه. الطائفة الأولى تحصل على تكبيرة الإحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الإمام غير النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الثانية تحصل على التشهد والسلام مع الإمام الذي لم يحصل عليه الطائفة الأخرى. يصلي بالطائفة الأولى ركعة، فإذا قام للركعة الثانية عليهم أن ينصرفوا أو يتموا لأنفسهم قولان للعلماء. صورة: يتموا لأنفسهم، يتموا الركعة الباقية والإمام واقف ينتظر الطائفة الثانية. فإذا أتموا الركعة الثانية انصرفوا سلموا وذهبوا إلى مواقع أولئك الذين يحرسون، وجاء الحراس وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم ثبت يتشهد، أطال التشهد حتى ينصرف يتم هؤلاء صلاتهم فيدركون مع الإمام التشهد. فالإمام مع الطائفة الأولى يطيل القراءة في الركعة الأولى حتى ينصرف أولئك، ويأتي هؤلاء الآخرون ويصلي بهم ركعة، والطائفة الثانية مع الإمام يطيل بهم التشهد حتى يتشهد الإمام ويتشهدوا معه فيؤدوا صلاتهم كاملة. فكل طائفة أدركت ركعة مع الإمام بكاملها، الأولى أدركت ركعة مع الإمام وأتموا لأنفسهم، والثانية أدركوا ركعة مع الإمام وأتموا لأنفسهم ثم ينصرف الجميع تجاه العدو. والعدو إذا رآهم يتحركون وينصرفون ويأتون ويدعون الأسلحة ويأخذونها يخاف منهم، وقد أنزل الله في قلبه الخوف والوجل،
فيخاف من الأعداء من أعدائه المسلمين فلا يتصرف. هذه أولى الصفات وأحسنها بحيث تحصل الحراسة للجميع وعدم تضييع الصلاة للجميع ويؤدونها كاملة غير منقوصة، إلا أنها تنقص مع الإمام شيئا يسيرا. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فينالون منكم غرة وينتهزون فرصة فيميلون عليكم ميلة واحدة فيشدون عليكم شدة واحدة. والمراد بالأمتعة ما يتمتع به في الحرب مطلقا. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، رخصة لهم في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها بسبب ما يبلهم من المطر أو ما يضعفهم من المرض. المسلمون مأمورون بأن يمسكوا بأسلحتهم حتى لا يفجأهم العدو، حتى لو فجأهم العدو وإذا السلاح معهم يضربون به الأعداء فيسلمون من شرهم. وإذا كان الجو ماطرا أو فيهم وتعب حمل الأسلحة، إن كانت الأسلحة ثقيلة فقد رخص الله جل وعلا لعباده بأن يضعوا الأسلحة حتى يتقووا على ذلك بالسلامة من العدو. يضعوا الأسلحة في الأرض وهي حولهم حتى إذا احتاجوها وجدوها فأخذوها وضربوا بها العدو. ولا مانع من ضرب العدو بالأسلحة حال الصلاة، حتى وإن كان مصليا وإن كان قارئا للقرآن، فيضرب العدو بالسلاح ليوقفه عن الشر عن المسلمين. ومن ذلك قال بعض أهل العلم بوجوب حمل الأسلحة وجمهور الفقهاء على الندب وخذوا حذركم أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر، ثم قال فإذا اطمأننتم سكنت قلوبكم من الخوف وآمنتم فأقيموا الصلاة بتعديل أركانها ومراعاة شرائعها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد من إقامتها في حالة الخوف والأمن على الوجه المشروع فيهما. في حال خوف المسلمين من الأعداء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفوت الصلاة، وهذا دليل على تأكد الحفاظ على صلاة الجماعة سواء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع غيره، هذا فعلهم وهذا حرصهم على صلاة الجماعة رضي الله عنهم وأرضاهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجب على المسلم أن يهتم بصلاة الجماعة ولا يتخلف عن الجماعة ما دام الوقت آمنا، ما دام الرجل مأمون وآمن فيجب عليه أن يصلي صلاة الجماعة مع المسلمين، ولا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. التخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين، فعلى المرء إذا وجد من نفسه تثاقل عن صلاة الجماعة أن يفتش عن عيوب نفسه فيجدها فيه من صفات المنافقين، يبتعد عن ذلك ويحذرها، لأن المرء قد يكون منافقا
وهو لا يدري عن ذلك إلا أنه متصف بصفات المنافقين. فالحذر الحذر من أن يقع المرء في صفات المنافقين سواء شعر بذلك أو لم يشعر، وعليه أن يتقي الله جل وعلا وليحذر ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل يجوز السلام على اليمين والشمال في صلاة الجنازة؟ يجوز السلام على اليمين والشمال في صلاة الجنازة، إلا أنها لكونها مبنية على التيسير والتسهيل والتخفيف فلا ينبغي أن يسلم على اليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على اليمين فقط، فإن سلم على اليسار فلا بأس. فالصلاة الجنازة يسلم على اليمين فقط، وإن سلم مع اليمين على الشمال فلا بأس، لأن هذا جائز أجازه العلماء. يقول السائل: هل المجموعة التي تصلي الركعة الأولى هل تسلم أم تنتظر لتسلم مع المجموعة الثانية؟ وهل المجموعة الثانية تسلم مع الإمام أم تقف وتأتي بركعة ثانية؟ علينا أن نعلم أن صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد عن 6 أو 7 أوجه كلها صحيحة، فللمجموعة الأولى أن تسلم قبل أن تنصرف، عليهم أن يتموا الركعة الثانية لهم قبل أن ينصرفوا، يركعوا ويسجدوا ويتشهدوا والإمام واقف في حال الركعة الثانية، يعني يأتي الإمام بالقراءة الطويلة حتى ينصرف هؤلاء ويأتي أولئك. هذا قول. القول الثاني أن عليهم أن ينصرفوا إذا قام الإمام للركعة الثانية، أن ينصرفوا ولا يسلموا، وإنما يتم السلام بعد الصلاة بعد أن تأتي الطائفة الثانية. ثم على الطائفة الثانية أن تتم صلاتها قبل أن تنصرف وقبل أن يسلم الإمام، لأن على الإمام أن ينتظرهم حال الصلاة، فإذا قام الإمام للركعة الثانية على الطائفة الثانية أن تدخل مع الإمام وتستمر معه، فإذا دخل في التشهد عليه أن يطيل التشهد حتى تقوم الفئة هذه الثانية فيتموا صلاتهم، ثم يلحق الإمام فيتشهدوا معه ويسلموا معه. في هذه الحال يكون الاستفتاح مع الطائفة الأولى والتشهد مع الطائفة الثانية. يقول: هل يجوز لرجل أن يوزع قسمة التركات بنفسه بحجة أنه عالم وبدون حضور شهود؟ إذا علم ذلك فله ذلك. إذا علم قسمة التركة ولم يحصل منه خطأ فله أن يقسمها بنفسه. يقول السائل:
هل يجوز رفع اليدين في الأربع تكبيرات في صلاة الجنازة؟ بل يستحب رفع اليدين في جميع التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة، فإن لم يرفع يديه فصلاته صحيحة والحمد لله، لكنه حال الرفع أفضل. سائل يقول: ما هو الأفضل للمكي، الطواف بالبيت أم العمرة من الحل وقد مر أكثر من 3 أشهر من العمرة؟ لا بأس عليه إذا طاف للعمرة واعتمر فهو أفضل له، وإذا ترك العمرة فهو منع نفسه من الأجر، ولا يجوز لنا أن نخطئه لأنه أتى بالواجب العمرة في الإسلام اعتمر مرة واحدة. يقول السائل: بعض الإخوة يصلون خارج الحرم مع أنهم يستطيعون أن يدخلوا الحرم لأنه في هناك مسافة أمامه حتى يدخل المسجد الحرام، فهل فعل ذلك صحيح؟ إذا كان القصد من الحرم هنا المسجد الحرام فلا يجوز للمرء أن يصلي خارجه بعيدا عن مع الإمام، لأن بينه وبين الإمام فواصل كثيرة. أما إذا كان الحرم القصد داخل أميال الحرم فله أن يصلي داخل أميال الحرم وله أن يصلي خارجها، وإذا صلى داخلها فقد أحسن، وأما إن صلى خارجها مع إمكانه أن يصلي داخلها فقد حرم نفسه ثواب صلاة الحرم. يقول: أرغب في العمل بالبيع بنظام التقسيط وليس لي محل أضع فيه وأريد البيع، فهل يجوز لي أن أشتري لكل من يريد التقسيط بدون أن تكون السلعة موجودة لدي في مكان خاص بي وأقسط عليه؟ لا أدري عن هذه الصفة، ما أدري كيف يقصد. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يصلي الفريضة في بيته وهو بجوار المسجد ويسمع النداء؟ لا يجوز له ذلك، بل يأثم، ومن سمع النداء ولم يجب فأنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة وهو الرصاص المذاب، فالواجب على المسلم أن يجيب إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يجيب إلا إن كان معذورا لا يستطيع الوصول إلى المسجد لمرضه وعجزه، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. سائل يقول: ما هي الأسباب التي تعين على حسن الخلق؟ تعلم حسن الأخلاق التي وهبها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أثنى الله جل وعلا عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فأحسن الأخلاق على الإطلاق هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تيسر المسلم تعلمها فعليه أن يصنعها لنفسه ويأخذها لنفسه ويتعلمها كما صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المعلم للأخلاق. يقول السائل: ما حكم رجل يفتي الناس ويقول: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وإذا فاتت الصلاة صلى من غد وقت العشاء، ما نصيحتكم له؟
صلاة العشاء وسيع وقتها والحمد لله، من غروب الشفق الأحمر حتى منتصف الليل، لكن المبادرة بالأداء أفضل، ويجوز فعلها بعد منتصف الليل للضرورة. فالعشاء له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى ثلث الليل الأول، ووقت الضرورة إلى الفجر إذا ضاق الوقت ولم يتيسر له أن يصليها إلا قرب طلوع الفجر. فالصلاة صحيحة ولا تزال في الوقت والحمد لله. ولكن لا يجوز للمرأة أن يؤخر الجماعة عن الجماعة، لا يؤخر صلاته عن الجماعة، بل عليه أن يصلي الجماعة مع المسلمين حسب وقتها عندهم، حسب ما يرتبونه. لو اتفق الإمام وأهل هذا المسجد بأن لا يصلوا صلاة العشاء إلا الساعة 10 في هذا الوقت مثلا، أو الساعة 11، فلا بأس، يجوز ذلك إذا اتفقوا على ذلك. لكن كون المرء يؤخر الصلاة وحده فلا يجوز له ذلك. يقول السائل: قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن مع الأسف الشديد نرى بعض المسلمين يفعلون كل المنكرات، هل الله لم يتقبل منهم صلاتهم؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة قد يحصل عليها المرء كاملة غير منقوصة، وقد يحصل على 10، وقد يحصل على 15، وقد يحصل على 17، وقد لا يحصل إلا 10. فالمرء بحسب ما يأخذ من صلاته، بحسب ما يتيسر له من صلاته. فإذا صارت صلاته كاملة نهته بإذن الله عن الفحشاء والمنكر. وأما إذا لم تكن صلاته كاملة بل هي منقوصة، أو متلاعب فيها، أو يؤديها بلا اطمئنان، أو يؤديها بلا وضوء، فهي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي يتيقنها المرء ويؤديها كما أمر، فإذا أداها على حسب الواجب فإنها تنهاه بإذن الله. أما إذا أداها ناقصة فإنها تعجز عن نهي الإنسان عن المنكر. فالصلاة قد تكون صحيحة، وقد تكون مريضة، وقد تكون ضعيفة، وقد تكون متعبة، وقد لا تستطيع نهي المرء عن الفحشاء والمنكر. يقول السائل: هل للوالد إعطاء الزكاة لولده الذي عليه دين؟ الجمهور على أن الزكاة لا تعطى للولد ولا للوالد، لا يعطي المرء زكاته لوالده ولا لوالده. ويرى بعضهم أن الولد إذا كان عليه دين فله أن يأخذ زكاة من زكاة والده ليسدد عليه الدين، لأن المرأة لا يلزمه أن يسدد دين ولده كلما استدان، فلذا ما دام لم يلزمه فله أن يأخذ من زكاته. وهذا القول ضعيف والله أعلم. يقول السائل: هل لقسمة التركة مدة معروفة بعد الميت، أم يقسمونها في كل وقت؟ يقسمونها في كل وقت، ولهم ذلك، لهم أن يبادروا في القسمة حال تجهيز الميت، ولهم أن يؤخرونها سنة أو 10 سنوات أو 20 سنة أو أقل أو أكثر، متى ما رضوا في قسمتها فلا بأس، ولا يلزم أن تقسم في وقت كذا أو كذا. يقول: هل يقرأ شيء في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة؟
لا يشرع القراءة بعد التكبيرة الرابعة إلا إن كان ممن يأخذ بالقراءة أكثر، يأخذ بالقراءة 4 تكبيرات 5 تكبيرات 6 تكبيرات 7 تكبيرات فله أن يصلي ويدعو بعد كل تكبيرة، فقد يكون المرء لا يكبر إلا 4 تكبيرات فلا يشرع القراءة بعد التكبيرة الرابعة. أما إذا كانت صلاة الجنازة عنده مطولة، بعض الناس يطول صلاة الجنازة وقد جاء 7 تكبيرات أكثر ما ورد فيما أعلم 7 تكبيرات على الجنازة، فله أن يقول بعد كل تكبيرة ما يناسبه. يقول: ما هي أنواع الماء من حيث الطهارة، وهل يجوز الوضوء أو الاغتسال بماء مضاف إليه مادة الكلور أو شب؟ المياه 3 أنواع: ماء طاهر وماء طهور وماء نجس. ما هو النجس؟ والذي خالطته النجاسة. ما هو الطهور؟ والذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. ما هو الطاهر؟ الطاهر والذي تغير لونه وطعمه بطاهر غير نجس. مثلا كالماء إذا وضعت فيه شاي فإنه يعتبر طهور وليس بطاهر. وأما الماء الذي على صفته فإنه طهور مطهر لغيره، وأما الماء الذي خالطته النجاسة فهو نجس لا يجوز مسه ولا اغتسال منه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.